أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم مجدداً، وبداية نهنئ الكنائس المحتفلة بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، متمنين عيداً مباركاً ملؤه النعم والبركات. ونبدأ بأبرز العناوين. الكنائس الكاثوليكية تحج لموقع معمودية السيد المسيح في المغطس. قداديس إلهية بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي. نورسات الأردن تنظم صلاة من أجل وحدة المسيحيين. أهلاً بكم. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بالحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيسيا باتسبالا، بمشاركة عدد من المطارنة ولفيفا من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وجموع من المؤمنين من مختلف محافظات المملكة. التقرير التالي يعرض لنا تاريخ المغطس وأهميته الدينية. الأردن هذا البلد الصغير جغرافياً لكنه الكبير بالنعم السماوية، فقد حباه الله منذ التكوين بأن يتعمد في نهره ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وللحال انفتحت السماوات وظهر الروح القدس على هيئة حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا. المغطس موقع معمودية السيد المسيح يقع على بعد 9 كيلومترات شمال البحر الميت على الضفة الشرقية من نهر الأردن. اكتشف عام 1996 بالإضافة لوجود آثار لكنائس بيزنطية وأديرة والعديد من البرك المائية المنتشرة في المكان. يا من تعمدت في ماء يحظى موقع المغطس بمكانة خاصة لدى المؤمنين في كل أنحاء العالم، فمنذ معاهدة وادي عربة التي وقعت عام 1994 وزيارة قداسة البابا بنديكتوس 16 للمملكة وإعلانه عام 2000 اعتبار المغطس كأحد أهم مواقع الحج المسيحي في الأردن، يأمه السياح من كل مكان في العالم للتبرك من مياهه المقدسة، كما أعلن عام 2015 عن موافقة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو على إدراج الموقع على لائحة التراث العالمي. تقام فيه سنوياً القداديس الاحتفالية التي تحييها الكنائس الرسولية مع رعاياها احتفالاً بعيد الغطاس أو الظهور الإلهي، حيث يلتقي المؤمنون على الضفتين الشرقية والغربية مرنمين باعتمادك يا رب في نهر الأردن. ظهر السجود للثالوث. باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة للثالوث. كما تقام فيه سنوياً احتفالات بإضاءة شجرة الميلاد والتي تأتي بتنظيم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغطس.
عندما تزور موقع المغطس وتجول بين طرقاته الضيقة تلمس بركة سماوية وتشعر بخطوات مباركة. فقديسون كثر مروا من هذا المكان وبنيت فيه كنائس عدة عبر العقود التي مضت. بين كهوفه تعبد النساك للرب الخالق. فالمغطس أرض المعمودية ورسالة البشارة والخلاص للعالم أجمع. وفي ذات السياق واحتفاءً بعيد الغطاس، أقامت الكنائس الكاثوليكية قداديس إلهية بمشاركة جموع من المؤمنين من مختلف الرعايا. المزيد في هذا التقرير. احتفلت الكنائس الكاثوليكية بحسب التقويم الغربي بعيد الغطاس، وذلك بإقامة قداديس إلهية في مختلف الرعايا. ففي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي ترأس قدس الأب عماد علامات القداس الاحتفالي بحضور راعي الكنيسة قدس الأب علاء مشربش وبمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وبمشاركة جوقة الكنيسة وجموع من المؤمنين. وألقى الأب علامات عظة القداس موضحا فيها علاقة الله بالإنسان، حيث قال: هكذا أحب الله العالم، فعلاقة الله مع البشر هي علاقة حب، والحب هو أبدي، وقمة هذه العلاقة كانت بتجسد الله ليصير إنسانا ويفتدينا من الخطيئة. سجود الوثنيين له هو العلامة، إشارة إنه الخلاص هو للكل، للأباعد. قديس بولس بيحكي بجسده هدم الحاجز بين الكل، بطل في حاجز. الإنسان بإيمانه وبثقته صار عنده القدرة أن يدخل إلى قلب الله. اليوم بنطلب من الرب يسوع من جديد المولود أنه فعلاً يحل السلام في بلادنا، في قلوبنا وبين عائلاتنا، لحتى نكون فعلاً عم نحتفل بسلام حقيقي نابع من قلب مغارة بيت لحم. كل عام وأنتم بخير. كما احتفلت رعية السريان الكاثوليك بعيد الغطاس بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ماري غريغوريوس بطرس ملكي مراد مطران القدس للسريان الكاثوليك بمعاونة الأب زهير جيجي وعدد من الآباء الكهنة وبمشاركة جوقة الرعية في كنيسة اللاتين في منطقة الهاشمي بعمان. وقال سيادته في عظة القداس: إن الله الذي ظهر بيننا بالجسد ليجعل منا شعبا يتنافس على الصالحات، حيث جاء ليدلنا على الطريق التي نسلكها إذا كنا حقا نريد أن ننتمي إليه وأن نكون امتدادا له في هذا العالم. من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله، حتى نستلذ ذاك النداء الذي جاء من السماء بعدما قبل يسوع العماد من يد يوحنا، فكان الصوت: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا. وهذا الابن الحبيب أحبائي هو أرادنا أن نكون نحن بدورنا أبناء لله وبنات لله. من طيوس أبو شينغل
برعاية البطريركية اللاتينية في القدس وبدعوة من مؤسسة مريم بواردي ليسوع المصلوب، أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في تلاع العلي كونسرت أحياه الرباعي بوسيفوس الفرنسي. حضره رؤساء وممثلو الكنائس في الأردن وعدد من السفراء والدبلوماسيين والإعلاميين، حيث قدمت الفرقة خلال الحفل الذي حضره عدد من المهجرين العراقيين لغايات دعمهم ومؤازرة صمودهم معزوفات كلاسيكية وعروضاً فنية رائعة نالت إعجاب الحاضرين. أن فرقة بوسيفوس التي تأسست قبل 20 عاماً حصدت العديد من الجوائز الدولية ولها مشاركات واسعة في الكثير من بلدان العالم.
قامت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي قداديسها الإلهية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بمشاركة جموع من أبناء الرعاية. إلى التفاصيل. احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد وذلك بإقامة قداديس إلهية، حيث ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة ومشاركة جموع من المؤمنين محتفلين بالعيد المجيد مرنمين: المسيح ولد فمجدوه، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المسيح على الأرض فارتفعوا، رتل للرب أيتها الأرض كلها. والأرض تنعم الله يدنى منه المغارة والروعة والملائكة. أبانا وباترياركنا ثيوفيلوس وجميع إخواتنا بالمسيح جميعكم جميع المسيحيين خاصاً البان الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائكم وأولادكم كلا مرتلين يذكروا رب الإله في ملكوته كل حين على أنا كل وانين وإلى داخل داخلين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس تلا قدس الأب بطرس جنحو نص رسالة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين للتهنئة بمناسبة العيد المجيد. جاء فيها: تعيد ليست الكنيسة فقط بل جميع البشرية بحدث إلهي وسماوي عجيب وباهر غريب ومدهش، ألا وهو حدث زيارة السلام وتدخل الله الشافي في حياة الإنسان. بأن الله الذي جبل الإنسان على صورته ومثاله قد أعاد بميلاده وتجسده جبل الإنسان إلى جماله الأول وحسنه الإلهي الذي كان للإنسان قبل سقوطه جدودا كريستا كتيب من تنعي أنسو ينسين. كما احتفل في كنيسة السيد العذراء والشهيد ماريجيريس للأقباط الأرثوذكس بقداس عيد الميلاد المجيد، ترأسه القمص أنطونيوس حنا راعي الكنيسة بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وبحضور السفير المصري لدى الأردن طارق عادل وأعضاء السفارة. وفي عظة القداس هنأ القمص أنطونيوس أبناء الرعية القبطية بالعيد المجيد متمنياً للأردن وللعالم أجمع في عيد ميلاد الطفل يسوع البركة والسلام للأردن والعالم أجمع. ربنا يديم مصرنا وربنا يديم الأردن الغالي. وألقى سعادة السفير المصري نص تهنئة ومعايدة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد لأبناء الكنيسة القبطية في العالم أجمع. نقل فيها تمنيات الرئيس السيسي بالنجاح والتوفيق والدعاء بدوام العزة والرفعة والأمن والأمان. باسم أعضاء السفارة المصرية في الأردن بتوجه بالتهنئة لإخواننا الأقباط في الأردن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كل عام وأنتم بخير. يستعد مكتب فضائية نورسات في الأردن لتنظيم صلاة من أجل وحدة المسيحيين، حيث تقام هذه الصلاة للسنة السابعة على التوالي، وتأتي هذا العام تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بعنوان يمينك يا رب قديرة قادرة. داعين الجميع لمشاركتنا الصلاة يوم 24 من الشهر الجاري في كنيسة العذراء الناصرية للاتين.
تفاصيل أوفى حول تاريخ احتفال أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في التقرير التالي. هذا اللقاء المسيحي العظيم في كل دور العبادة، ولينصر الله كنائس الأردن في كل ميادين الحياة. تحيي الكنائس الرسولية في جميع أنحاء العالم أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين للفترة بين 18 و25 من شهر كانون ثاني الجاري، حرصاً منها على الاتحاد دوماً بمن هو منبع إيماننا جميعاً وهو يسوع المسيح، معبرين فيها عن محبتهم وتمسكهم برسالة السيد المسيح الخلاصية، لنعبر عن إرادتنا أن نحقق طلبة رب المجد يسوع عند قوله ليكون الجميع واحد. تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن 19، واحتفل بها للمرة الأولى في سنة 1908، ثم منح البابا بيوس العاشر بركته لهذه المبادرة في السنة التالية، لتعلو الأصوات لاحقاً داعية إلى أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. قام المكتب على مدار سنواته القليلة بعدد من المبادرات التي لقيت استجابة سريعة لدى الشارع العام والمجتمع، فمنذ سنوات وهو يحمل على عاتقه إقامة صلاة الوحدة بين الكنائس. وقد اختير هذا الأسبوع لأن الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى تنصيب القديس بطرس في 18 من كانون ثاني، واهتداء القديس بولس في 25 من الشهر نفسه. وقد اختير هذان الرسولان عمودي الكنيسة بسبب الوحدة التامة بينهما في الإيمان والمحبة. أشكر الله أولاً على محبته وعطاياه، والشكر أيضاً لجميع الذين لبوا نداء الدعوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم أجمع. عام 2004 اتفق على طبع نص الصلوات تحت شكل موحد يوضع في متناول كل الكنائس والجماعات المسيحية، واحتفل سنة 2008 باليوبيل المئوي لولادة أسبوع الوحدة في العالم. قبل موته صلى يسوع المسيح من أجل تلاميذه كي يكونوا واحدا، ونحن خلفاء الرسل نصلي مع المؤمنين من أجل أن نبقى واحدا كما طلب منا ذلك الرب يسوع. بهذه الوسيلة نحقق صلاة رئيس الكنيسة الأوحد التي نطق بها قبيل صلبه، ليكون الجميع واحدا كما أنك أرسلتني أيها الآب في وأنا فيه، ليكون هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. تلتقون للصلاة من أجل الوحدة بين الإخوة الذين ينبغي أن تربط المحبة في بين قلوبهم، لتكون كنائسنا ملتقى للحقيقة والحب والسلام. إن كل مسيحي مدعو للعمل من أجل تحقيق وحدة الكنيسة، وكما يقول القديس بولس: أناشدكم أنا السجين في الرب أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والصبر. ونأمل من خلال هذه الصلاة أن يلهمنا الروح القدس لأن نسعى من أجل الوحدة دائما، فالروح قادرة على تحريك التنوع والتعددية وعلى صنع الوحدة. أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية هو وقت مميز لنصلي ولنتلاقى ولنتحاور، وهو مناسبة لنتعرف بالقيمة والغنى الموجودين عند الآخر، ولنطلب من الرب هبة واحدة. حيث تتجلى الوحدة في المحبة، والمحبة في التلاقي، والتلاقي أن نكون واحدا في محبة المسيح التي تحثنا.
مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الكنائس الكاثوليكية تحج لموقع معمودية السيد المسيح في المغطس. قداديس إلهية بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي. نورسات الأردن تنظم صلاة من أجل وحدة المسيحيين. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.